هلو خامس، عم رغد الهنادي from 3IQ Academy. Today is Thursday and the date is the 1st of April 2021. Open your class book page 106. We will start a new unit. A message for the future. A message for the future. Message من المستقبل. يعني message من المستقبل. Future. Let's read and see what are the children doing. Fan, come on, Ed. Tell us about your great idea. Ed, okay. Why don't we make a time capsule? We can put things in this box and bury it. When people dig it up in the future, they will learn about what life is like now. معناته هون أنا عندي فن بيسأل إنه أخبرنا شو فكرتك يا إد. حكى له إد إنه إحنا بدنا نعمل time capsule اللي هي كبسولة الوقت. شو يعني؟ يعني عبارة عن صندوق بيحطوا فيه أغراض بيدفنوه عشان الناس اللي بالمستقبل تلاقيه، اللي هي we can put things إن أنا أحط أشياء في الصندوق بدفنه، الناس في المستقبل بتحفر وبتدور عليه وبتشوف كيف كانت الحياة عنا. Libby, what are you going to put in the box? Kate, let's all write a message and put the messages on a memory stick. Ed, we should put a supermarket receipt in the box so people can see how much things cost. هلا ليبي شو حكت؟ انه شو الاشياء اللي ممكن احنا نضعها في البوكس في الصندوق؟ حكت لها كيت انه خلينا نكتب مسجات ونضعها في الممارستيك. ممارستيك اللي هي الفلاشة. ممارستيك اللي هي الفلاشة. Look here. ممارستيك اللي هي الفلاشة. اوكي. حكت انه we should put a supermarket receipt اللي هي فاتورة. يلي احنا بس نشتري من السوبر ماركت مش بيعطونا فاتورة، ممكن احنا نحط الفاتورة عشان الناس تعرف كم الاسعار كانت تتكلف عنا. Libby, a magazine will show what clothes are worn these days. انه المجلات بتبين شو الاواعي اللي كانوا يلبسوها هاي الايام. Ed, what about a photo album? شو رأيكم بألبوم صور؟ Kate, we can save digital photos on a desk that will show people what technology we've got. إنه إحنا نحطها على الديسك، إنه يعني على ديسك اللي هو حكينا زي شكل. وانا شو هنحكين لانه ديجيتال فوتوز اللي هي صور رقمية، يعني مثلا نحطها على فلاش على سي دي على اي شيء، المهم يبين التكنولوجيا. فبتحكي انه هذا رح يورجي الناس انه كيف التكنولوجيا كانت عنا. حكا we can put in a computer manual too، انه يحطوا دليل للكمبيوتر انه كيف يستخدم الكمبيوتر، اللي هو هسا احنا اي شيء بنشتريه من الكهربائيات يعني بيعطونا معاها دليل، يعني كتاب برشدني كيف استخدم هذا الاشي. فهم هالو بدنا نحط تبع الكمبيوتر، دليل الكمبيوتر. For fan, great. Has anyone got any other ideas? انه اي حدا عنده افكار تانية. البنت شو صارت تحكي؟ A CD of our favorite songs. نحط CD في اغانينا المفضلة. الولد شو حكى؟ A map for our town. خريطة لمدينتنا. البنت شو حكت الجيرل؟ A DSD club hat. نحط ايش؟ طاقية DSD. Ed, what about banknotes? They will show people what kind of money is used in our time. إنه أوراق نقدية بتبين للناس إنه كيف كنا نستخدم المصاري في وقتنا. Kate, okay, Ed, you can put your money in the box. طيب
طالما انه انت اللي حكيت عن المصاري معناته تحط مصاريك انت يعني في البوكس. It, oh, maybe I'll just take a photo and put that in. انه لا انا احط صورة للمصاري واحطها على ال او احطها بالصندوق، يعني مش احط مصارية، اصورهم واحطها. 6 Finn, I've got some exciting news. Some exciting news. I've just called the mayor's office, and the mayor said we could bury the time capsule. We could bury the time capsule in the park. حكينا هون إنه أنا عندي أخبار محمسة، إنه أنا اتصلت مع مكتب العمدة والعمدة حكالي إنه أنا بقدر أدفن صندوق الكابسول هذا التايم كابسول في البارك المتنزه. ليبي and the local newspaper wants to write a story about it. اللي هي الجريدة المحلية بدها تكتب قصة عن الإشي اللي إحنا رح نعمله، يعني عن التايم كابسول. أوكي. Now let's do exercise 3. Read again and write true or false. It has got a metal box. عنده صندوق معدني. Metal. True. The children are going to write messages and put them on a desk. بدهم يحطوا مسجات ويحطوها بالديسك. شو حكينا احنا اللي راح يكون بالديسك؟ مسج ولا فوتو؟ فوتو معناته عندي اياها. False. Ed wants to put his money in the time capsule. هلا Ed حكى بده يحط مصاري بالtime capsule. هلا هو اقترح بس انه هو ما حط صورة عن الماني. طب نعتبرها انها صح لانه هو ايش اقتراحه هو. The children are going to bury the time capsule in the park. بدهم يدفنوا time capsule في المتنزه. True. Okay. So this is our lesson for today. بدي منكم تصوروا لي كتاب الactivity book والاشياء اللي احنا حليناها لunit 10. يعني صوروا لي الاشي زي ما احنا دائما بنعمل. يعني انا هيني اخذت جزء من العلامة للشهر الثاني، هسنا ناخذ للشهر الثالث من خلال الواجبات. الشهر الثاني والشهر الثالث بدهم يكونوا عبارة عن واجبات وكويز زوم، فالعلامة بتعتمد على هاي الأشياء. أوكي، يعطيكم العافية يا خامس.